صل على محمد. هذا ابو الابل، شكرا جزيلا استاذ. هسه شوف انا اصرف ابو الابل. عندنا حليب اذا جيب سريع سريع حليب. شوف هسه في حليب، هسه هذا شوف هذا حليب الابل شفتوه بعيونكم. ايوه هسه اشربها شفاء للفيروس الكبد. شوف اللهم صل على محمد وال محمد. شوف تعال ابني، تعال حبيبي سريع ويا معنا الشيخ صالح. شوف هذا يبول، تعال حبيبي الغالي. شوف يبول، شوف شوف هذا البول. ولا بيج محمد جاب، ولا بيج، تعال ابني امامي. شوف الله اكبر الله اكبر، هذا بول احسن علاج شفاء. شوف ورف ورف شوف هذا البول استاذ استاذ بارك الله فيك. شوف سلام يا محمد. شوف هذا البول الابل هسه اشرب امامكم يا حليبه. بارك الله استاذ صالح. هسه اذا جيب هذا الاخوي يجيب الحليب مال بوش خليه. هذا البول شفته مباشر. بارك الله فيك، تعبنا. السلام عليكم. شوف جلاس حليب البقر مع البول البوش بوش. بارك الله، عفوا والله مع البول. شوف خلطناه، شفتوا بعيونكم. هسه اشربها يم الجمل. الشيخ صالح تعال يمي معي حتى امامك. شوف هذا احسن علاج، تعال ابني هنا. بارك الله فيك مع الشيخ صالح. شوف هذا البول مع الحليب شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بول ابل شفاء لكل الامراض، خاصه الفيروس الكبد والمرض اسداد بالكبد والمرض السرطان والانتهابات. شوف هسه اشربها، انا صايم ولكن اشربها هذا السنه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بسم الله، هذا بول ابل وحليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابني شوي اللي جاي عنده. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سقاني واجعلني من المسلمين. وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شربنا بول ابل وحليبه، وهذا مع الجمل الحلوين مع الاستاذ صالح. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. وهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كل الناس اللي مصاب بالفيروس فيروس الكبد والسرطان والالتهابات يشرب بول ابل وحليبه وساعي يسمع القرآن بالهيدفون يطيب بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.